أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، قد تكون أنظمة الدول الحالية مانعة من هجرة بعض المسلمين، وكذلك قلة المال وعدم توفر العمل والمسكن، فهل يأتمون في هذه الحالة؟ إذا قدر أن نظام يمنع من الخروج من بلدهم ولا الاستطاعة ولا للمحاولة، تكون معذورا في هذا حتى يزول المانع فتهاجر. تبقى نيتك، النية موجودة في وبغض الكفار وبغض بلادهم، لا بد من هذا، ونية الهجرة تكون موجودة عندك، متى ما تمكنت تهاجر. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعت. فضيلة الشيخ، يقول أنا مسلم مولود في بلاد الكفار وأحمل جنسيتهم، هل يجوز أن أقيم بينهم؟ وقد سمعت أن عمل المسلم من قناة وغيرها معلق ما دام بين الكفار حتى يخرج إلى بلاد الإسلام. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا كنت تستطيع الهجرة إلى بلاد المسلمين فيجب عليك هذا، يجب المبادرة في هذا. أما إذا كنت لا تستطيع فإنك تكون معذورا وتكون من المستضعفين كما سبق، لكن حاول، ما هو معناه أنك تسكت وتستسلم، حاول أنك تخرج من بلاد الكفار متى ما تيسر لك، لا تسلم فيها. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من مات في بلاد الكفار هل يبعث يوم القيامة مع الكفار؟ الله أعلم بنيته وبعذره، الله أعلم. نعم، لكن إن كان مقيما مختارا، مقيما عندهم مختارا مؤثرا لدنياهم على بلاد المسلمين، فهذا عليه خطر، عليه خطر أنه يبعث معهم. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول: ما هي أهم العبادات لمن يعيش في بلاد الكفر؟ طلب العلم أو الهجرة في بلاد أو الهجرة إلى بلد مسلم؟ بلاد الكفر ما فيها طلب علم، العلم في بلاد الإسلام، فيهاجر من أجل الهجرة والفرار بدينه ومن أجل طلب العلم. نعم. هل يدخل في الحالات التي ذكرتم طلب العلم الدنيوي كما في حديث جرير رضي الله عنه؟ نعم، يقول هل يدخل في الحالات التي ذكرتم؟ ايش الحالات؟ يقصد الذهاب الى بلاد الكفر، هو مقصود التعلم الدنيوي، اما العلم الشرعي ما يصرف في بلاد الكفر. العلم الشرعي ما تروح تعلمه في بلاد الكفر، هذا لا يجوز، إنما العلوم الدنيوية فقط، علم الهندسة، علم الطب، علم الأسلحة، التمرن على الأسلحة، العلوم الدنيوية هي اللي تطلب من الكفار إذا لم توجد في بلاد المسلمين. أما العلم الشرعي فلا يجوز طلبه في بلاد الكفار، ولا يجوز التعلم على الكفار. وما أهلك المسلمين إلا تعلم أولادهم العلوم الشرعية على المستشرقين الذين شككوهم في دينهم وفي عقائدهم، لا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا طالب بالجامعة وأهلي وأسرتي مقيمون في بلاد الكفر، وأنا أسافر إلى تلك البلاد في الإجازة الصيفية لأجل أن أصل الرحم وأخدم والدي، فما حكم ذلك؟ لا بأس بذلك، لكن بشرط أن تحرص على الهجرة بوالديك إن كان مسلمين، تحرص أن تهاجر بهم مهما استطعت. إذا كنت تستطيع الهجرة وتركتها فأنت داخل في الوعي، أما إذا كنت لا تقدر فأنت معذور. نعم. السلام عليكم
يسأل صاحب الفضيلة ويقول في سؤاله الثاني: ما معنى البراءة المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين؟ الوعيد، هذا معناه الوعيد، هذا معناه الوعيد. فهذا من أفعال، ليس معناه أنه يكفر بإقامته بينهم، لكن معناه أنه ارتكب محرما عليه وعيد شديد، مثل من فعل كذا فليس منا، هذا معناه الوعيد، ما هو معناه أنه يكفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وفي السؤال الثاني، وهي عن امرأة تقيم في أوروبا تسأل عن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين بغير محرم، هل هذا يجوز لها؟ نعم، هذه مسألة مستثناة من اشتراط المحرم للمرأة، أن لا يجوز لها السفر للهجرة بدون محرم، كما هاجرت الصحابيات من مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدون محرم، لأن هذه مسألة ضرورة وورد بها دليل، وما عداها لا بد من المحرم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين.